هاربون، يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى. القناص، الحلقة الأولى. حتى نهاية سبعينيات القرن الماضي كان القنص هواية للمولعين بملاحقة الطرائد، لم يكونوا كثرا، ثم إن الهواية بلا ولع ظهرت، ومعها ظهر قناصون من ميسوري الحال، لهم المال لشراء البنادق والعتاد الأكثر تطورا والسيارات رباعية الدفع الأقوى تمكنهم من تخطي العقبات الأكثر وعورة، ثم إنهم يستطيعون التوفر على كلاب جيدة التدريب ومحصنة بأحسن ما يقدمه البياطرة من علاج ووقاية. لم يكن عبد القادر بالمعطي من حديثي العهد بالقنص أولئك. أحياناً حين يأتي على ذكر تجاربه مع الوحيش يخيل للمستمع إليه أن الرجل ولد صياداً. نحن الآن في العام 2006، سنوات عشر انقضت على تقاعد عبد القادر من وظيفته في شركة للمشروبات الغازية. من كل معدات القنص التي كانت له لم يعد يحتفظ سوى ببندقيته القديمة، تخلى عن آخر كلبي صيد كان لديه قبل 7 أعوام. يكره أن يخوض في هذه الأمور، وحين يكون مضطرا للحديث عن ذلك يقول إن منحة التقاعد التي يحصل عليها لا تكفيه للحفاظ على مستوى عيشه كما كان في السنين الماضية من عمره. تكاليف رخصة الصيد وسلاح الصيد مما لا يستطيع تحمله. مع ذلك فإن بعضا من حديثي العهد بالقنص ممن يتعاطونه دون أن تكون لهم دراية ولا ولع كانوا كلما فتح موسم الصيد يبحثون عن عبد القادر بن المعطي ليكون معهم في غزواتهم تلك، ولم يكن يحمل لمرافقتهم سوى بندقيته القديمة يدسها في مكان خفي من السيارة التي يركبها. هو يعلم جيدا أنه لا يحق له ذلك، فمنذ سنوات خلت لم يجدد رخصة الصيد. الذين يصحبونه معه يوفرون الذخيرة وكل شيء، وهو في 70 لم يفقد الكثير من مهارته، ومن يظفر باصطحابه يعود من رحلة الصيد محملا بطرائد وفيرة. يسكن عبد القادر وزوجته منزلا آل إليه من والدته في العرائش في المدينة العتيقة. لم يرزق خلفا ولم يسعى كما كان يفعل كثيرون إلى الزواج من أخرى. زوجته خدوج كانت حبه الأول ولا يرى للحياة طعما دونها، ولعله الآن ولم يعد بمقدوره امتلاك كلاب للصيد، لعله وجد بدلا عنها في تربية الطيور. في فناء الدار علقت أقفاص بها أزواج من الطيور المغردة. عدا مواسم الصيد تنزع الحياة اليومية لعبد القادر بن المعطي إلى ما يشبه الرتابة، ذهاب إلى السوق صباحا حين يحتاج إلى التسوق، وحين لا يذهب فإنه يأتي إلى مقهى في ساحة إسبانيا حيث يكون اللقاء مع أصدقاء له قدامى أغلبهم من المتقاعدين مثله. كان يحرص على أداء صلاة الظهر في المسجد الكبير ثم يعود إلى منزله. وإلى ولعه بالقنص كان عبد القادر من المهووسين بكرة القدم، كان مناصرا وفيا لفريق ريال مدريد، وكان ذلك مما سبب له خصومات نادرة في حياته. قبل 7 سنين تعرف إليه الغازي، لا يعلم له اسما سواه، وكان رجلا دون 40 حديث الإقامة في العرائش. الذين قدموه له قالوا إنه مقاول في البناء، وكان ما قالوه منسجما تمام الانسجام مع هيئة الرجل، ملبسه ومركوبه. كان قوي البنية بسحنته حمرة، وكان يتنقل على متن سيارتين إحداهما من رباعيات الدفع الكبيرة سوداء اللون داكن لون زجاجها، وأخرى
من تلك السيارات التي لا يمتلكها إلا ذو سعة من المال. حاول عبد القادر بما لديه من وسائل أن يعرف المزيد عن الغازي، ولكنه لم يظفر بشيء إلا ما كان من أنه يسكن منزلا في أحد الأحياء الحديثة على طريق الرباط. وقد ظن عبد القادر أن الرجل يقيم وحيدا في ذاك السكن. ستكشف له الأيام أن الغازي غير متزوج، لم يسعى إلى الحصول على معلومات أخرى لا حاجة له بها. في قائمة معارفه الذين يشتركون معه في الولع بالقنص رجال من طينة الغازي وأصدقائه وآخرون. أياما قبل افتتاح موسم الصيد للعام 2006، كما كل القناصين كان عبد القادر يستعد. لم يكن لديه أشياء كثيرة يعدها للموسم غير بندقيته القديمة غير المرخصة. ما كان يقوم به مساعدة البعض في الإعداد للموسم، ومنهم الغازي الذي كانت له بندقية جديدة من النوع الجيد. كان الرجل يحرص على أن يشتري بذلة قنص لكل موسم يتباهى بها أمام باقي الصيادين. ثم إنه أثناء الإعداد للموسم يغيب يومين أو ثلاثة ثم يأتي بكلبيه. يقول إنه يتركهما في ضيعة له في سيدي سليمان مع العربة المقطورة المخصصة لهما. بدأ موسم القنص. كان عبد القادر بالمعطي ينشط في مجموعة من 12 صيادا ينضم إليهم أحيانا مرافقون. كان حاله هو كحال ثلاثة آخرين من الصيادين القدامى الذين يمارسون هوايتهم التي يعشقون بفضل أولئك الميسورين الذين ولجوا القنص طلبا للمباهاة. كانت وجهة المجموعة إلى دار الراطي. ضرب أعضاء المجموعة موعدا بالقرب من باحة الاستراحة الواقعة في مدخل العرائش على شارع عمر بن عبد العزيز. قبل أن يرفع آذان صلاة الصبح كانت ثمان سيارات رباعية الدفع مصطفة على جانب الطريق. ملأ المكان نباح الكلاب الآتي من العربات المقطورة التي تحملها أو من السيارات، ودبت الحركة بين السيارات المركونة، ومن أفواه المتحركين يخرج ما يشبه الدخان. ثم رفع الآذان من المساجد المنتشرة في الأحياء. سمع من يقول إنهم لن يتحركوا قبل الصلاة، وكذلك اصطف أربعة خلف أحدهم اتخذوه إماما. ولما قضيت الصلاة هرول أغلب الصيادين إلى السيارات. التحق عبد القادر بالغازي، وبعد دقائق تحرك الموكب وفي مقدمته سيارة بوغالب مشيش، وهو أحسنهم عدة وأغناهم تجارب. كانت سيارة رباعية الدفع بلون أخضر داكن كلون السيارات العسكرية، تجر خلفها عربة مقطورة وضع بها خمسة من كلاب الصيد المدربة. يملك بوغالب مشيش ضيعة فلاحية من أنشطتها الأساسية تربية الأبقار الحلوب، وكان له أيضا حضور في ميدان العقار. عم مقصورة سيارة الغازي صمت إلا ما كان من موسيقى خافتة تأتي من المذياع. يكاد النعاس يغلب عبد القادر. لما وصل الموكب القصر الكبير لم تكن المدينة قد استيقظت بالكامل بعد. في الطريق بضعة أشخاص يريدون إلى العمل، البعض منهم يمتطون دراجات هوائية. اخترق الموكب المدينة وسلك الطريق الإقليمية التي تنبع من ظهرها. كل القرى التي مر بها كانت مستيقظة. قطعان الغنم والماعز في طريقها إلى مراعيها. كان قد انقضى من الوقت ساعة ونحو نصف الساعة لما بلغ القناصون مشارف غابة دار الراطي. غير بعيد عن الطريق فسحة اعتاد التوقف بها لتناول وجبة الفطور. قاد بوغالب الموكب إلى الفسحة. ركنت السيارات جنبا إلى جنب، ونزل من كانوا على متنها، منهم من يتمطى، وآخرون أنزلوا معهم حقائب زادهم، وما لبث أن تشكلت حلقتان كتلك التي تتشكل حول مائدة الكسكس وما يصاحبها من بهجة واحتفالية. انتبه عبد القادر إلى أن الغازي انعزل عند جذع شجرة، كان يجري مكالمة هاتفية، وظن أن الرجل لن يلبث أن يلتحق بإحدى حلقتي الأكل، فصرف نظره
وانخرط فيما كان يدور من حديث بين الصيادين، وفي كثير منه تضخيم لبطولات ومواقف شجاعة في مواجهة الطرائد ودقة التصويب. يعلم عبد القادر علم اليقين أن في كثير مما يقال نصيب وفير من الكذب، ولكنه لا ينكر أنه كما باقي الصيادين يجد متعة فيما يحكى. تقاسم الرجال ما جاءوا به من طعام، ثم إن أبو غالب الذي بوؤوه مقعد القيادة بينهم نهض معلنا أن الاستراحة انتهت وأنه آن أوان التوغل أعمق في الغابة. انتبه عبد القادر إلى أن صاحبه الغازي لم يبرح مكانه الذي انزوى فيه، كان منهمكا في المكالمة الهاتفية التي بدا مضطرا إلى إنهائها. كان عبد القادر ينتظره عند سيارته، ولما رأى سيارات الموكب تتحرك أسرع الخطوة مقبلا على عبد القادر، كان بوجهه ما يدل على قلق. تساءل عبد القادر عما إذا كان الغازي جاءه خبر غير سار. لم يطل انتظاره، ما أن وصل إليه قال له إنه مضطر للعودة إلى العرائش لأمر طارئ. كان لذلك وقع الصدمة في نفس السبعيني. ما قاله الغازي ليس له من معنى إلا أنه لن يشارك في رحلة الصيد، وأن نصيبه منها ينتهي الآن على مشارف غابة دار الراطي. بدا الغازي مستعجلا للعودة. استمهله عبد القادر لحظات مضى فيها إلى أبو غالب يخبره. الرجلان يتعارفان منذ سنين بعيدة، ولذلك دون تردد طلب منه أن يركب معه. لوح بيده للغازي بما أفهمه أنه سيواصل الرحلة مع أبو غالب. رد الغازي بأنه فهم، ثم تحرك الموكب، وشهد الغازي ينطلق بسرعة بسيارته تتبعه عربة الكلاب. لم ينتبه عبد القادر إلى أنه ترك كل أغراضه في سيارة الغازي، وأهمها بندقيته القديمة التي رافقته طوال مواسم الصيد التي شارك فيها. كان الموكب قد توغل في غابة دار الراطي لما تذكر عبد القادر. أخبر بذلك أبو غالب الذي طمأنه بأنه سيتقصى ما إذا كانت لدى أحدهم من أفراد المجموعة بندقية زائدة. لما توقف الموكب وأنزلت الكلاب من أقفاصها عم المكان نباحها. كان عبد القادر يتأمل المشهد بحسرة لا يفهمها ولا يستوعبها إلا ذو ولع بالصيد كما هو حال صاحبنا. وفي خضم تلك الجلبة التي تحدثها الكلاب جاءه أبو غالب بما يدخل السرور إلى قلبه، فقد وجد من يعيره بندقية صيد بل ويزوده بالذخيرة. علم عبد القادر أن البندقية لرجل أعمال من طنجة كان قليل الكلام، ومن أولئك الصيادين الذين لهم ولع حقيقي بالصيد وبالفرجة التي تحدثها ملاحقة الكلاب للطريدة تدفعها إلى حيث تتلقى الرصاصة التي تنهي هروبها من قدرها المحتوم. أمضى السبعيني يوما تام المتعة. كانت الطرائد وفيرة والانسجام تام بين أفراد المجموعة. ولما مالت الشمس إلى المغيب التأمت المجموعة وحملت السيارات الطرائد من أرانب وخنازير برية، ووضعت الكلاب في عرباتها، ثم تحرك الموكب منتظما كما جاء. عبد القادر الآن في سيارة أبو غالب التي لا تسبقها سيارة. لما بلغ منزله يحمل 3 أرانب برية، كانت الساعة تقترب من 10 ليلا. استقبلته زوجته بابتسامتها المعهودة، وضع الطرائد في المطبخ ومضى يتجرد من لباس القناص. وما أن جلس حتى أخبرته بأن شخصين جاء يسألان عنه. قليلا ما يحدث أن يسأل أحدهم عن عبد القادر في سكنه. علم منها أنها لم يسبق لها أن رأتهما. لم يهتد عبد القادر إلى من يكن الرجلان، ثم إنه ما لبث أن صرف تفكيره عنهما، إذ أقبلت خدوج زوجته بوجبة عشاء توقعها لذيذة ككل الوجبات التي تعدها له. وما أن كاد يفرغ من الأكل حتى سمع جرس منزله يرن، أطل من نافذة الصالون. من؟ رأى رجلا يتراجع خطوتين حتى يراه، لم ينطق بكلمة وأشار إليه أن انزل. من؟ سألته زوجته.
رجل لا أظن أنني أعرفه، سأنزل لأرى. نزل السبعيني السلم، قد يكون فكر في الحيطة عندما فتح النافذة الزجاجية في باب المنزل. اقترب منه الرجل الذي رآه من أعلى، نظر إلى وجهه متفحصا، إنه لا يعرفه. اقترب الوجه أكثر وألقى بالسلام. لم ينتظر سؤالا من عبد القادر، أبلغه أنه من الشرطة وأنه جاء يخبره بضرورة الحضور إلى المفوضية. سلم إليه استدعاء وهو يؤكد أن عليه الحضور في الساعة 9 صباحا. عبثا حاول عبد القادر أن يعرف من الرجل سبب طلبه للحضور إلى مفوضية الشرطة، وقد مال رأيه وهو يصعد السلم إلى أن في الأمر خطأ ما، كذلك ظن. لما عاد إلى مكانه حول مائدة العشاء التي لم تعد تحمل الآن إلا براد شاي، فتح الاستدعاء ورأى أن الاسم اسمه وأن الساعة 9 هو موعد الحضور. في السطر المخصص لتبيان سبب الاستدعاء كتب: لأمر يهمكم. كانت زوجته قد غابت للحظات في المطبخ، ولما عادت كما توقعه سألته عمن يكن الرجل. أخبرها بأنه من الشرطة وأنه مطلوب للحضور إلى الكوميسارية غدا في 9 صباحا. لماذا؟ سألت الزوجة بنبرة قلقة. لست أدري، ولم يخبرني الذي حمل الاستدعاء بأي شيء. في كل الأحوال الصبح قريب. عم صمت لم يمزقه إلا الصوت الذي أحدثه عبد القادر وهو يرشف من كأس الشاي. قد يكون يفكر فيما يجعله مطلوبا لدى الشرطة، هو الذي كان آخر عهد له بمصالح الأمن الوطني لما مضى هو وزوجته لتجديد بطاقة التعريف. لما آوى إلى فراشه لم ينم، وإنما هو تجوال في الفرضيات كلها. المرة تلو المرة يعود ليقنع نفسه بأن الأمر يتعلق بخطأ ما، وما له أن يقلق. هي إخفاءات متقطعة مزقت ليلة عبد القادر. ثم من المسجد القريب جاء صوت المؤذن ينادي إلى صلاة الصبح. نهض من فراشه، لحظتها فقط أحس بالتعب، لعله نتاج يوم القنص الذي أمضاه أمس في دار الراطي. توضأ وصلى ورفع كفيه بالدعاء: اللهم اجعله خيرا. للقصة بقية، ترقبوها غدا. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. القناص، الحلقة 23. لما فرغ عبد القادر من الصلاة لم يعد إلى فراشه كما دأب على ذلك. جلس في الصالون شارد الذهن. على الطاولة ورقة الاستدعاء تذكره بموعده في مفوضية الشرطة. انتبهت خدوج زوجته إلى أنه لم يعد إلى فراشه، نهضت من مرقدها وجاءت إليه. لم يكن ليخفى عليها انشغاله بموضوع الاستدعاء فتوارت، لا يدري كم مضى من الوقت لما لمحها تصلي، ثم إنها طوت سجادة صلاتها. من المطبخ يأتيه ما يخبره بأن خدوج منهمكة في إعداد وجبة الفطور، وجاءه اليقين مع رائحة القهوة التي ملأت أرجاء البيت. كان التفكير في السبب الذي جعل الشرطة تطلبه يعاوده موجات كما تعاود المريض نوبات الحمى. ثم إنه عبثا يحاول أن يصرف عنه الظنون ويقنع نفسه بأنه لن يلبث أن يكتشف أن المطلوب شخص آخر قد يكون شبيهه في الاسم. جاءت خدوج تحمل صينية من ألومنيوم صقيل بها كأسان وإبريقان، واحد للقهوة وآخر للحليب. وهي تمشي إلى المائدة يحدث الكأسان رنينا خفيفا. وضعت الصينية وعادت إلى المطبخ لتأتي بخبز قامت بتسخينه وصحن أبيض به زيت زيتون تتوسطه بيضتان مقليتان. استوى عبد القادر على كرسيه، واقتعدت خدوج الكرسي المقابل. لم تتكلم إلا بعد أن صبت في كأسه قهوة وحليبا، ثم وهي تملأ كأسها قالت له: أراك مشغول البال، لا تقلق، توقع خيرا يكن خيرا. نظر إلى الساعة القديمة المعلقة على الجدار: 6:30.
قدر أن عليه أن ينطلق إلى الكوميسارية في 8:15. لهنيهات استحضر وقائع من رحلة الصيد في غابة دار الراطي وأحس ببقية من متعة الأمس، ثم إن يده امتدت إلى جهاز ترانزستور 8 يحتفظ به منذ سنين غابرة، ولكن غلافه الجلدي البني ظل في حالة جيدة، وجاءت من المذياع موسيقى كسرت الصمت الرتيب. مضى عبد القادر إلى غرفة النوم، من الدولاب أخرج جلابة بنية بها خطوط سوداء كان قد اشتراها في رمضان الماضي، وأخرج طربوشا بنيا منسجم لونه مع الجلابة. الساعة المثبتة على الجدار تشير إلى 7:15. لديه ساعة من زمن قبل أن يغادر إلى الكوميسارية. تذكر أن عليه أن يحمل بطاقة تعريفه، لقد تعلم منذ زمن بعيد أن بطاقة التعريف أول ما يسأل عنه المرء إن ولج إدارة أو مصلحة ما أو استوقفته دورية للأمن. لحظتها فقط تذكر أن بطاقة تعريفه بل وحافظة نقوده وبندقيته مما نسيه في سيارة الغازي، إذ فاجأه في مدخل غابة دار الراطي بأن عليه أن يعود سريعا إلى العرائش. من درج يخصصه لكل الوثائق والأوراق التي يعدها هامة أخرج كناش الحالة المدنية، بتلقائية فتحه في الصفحة الأولى صورته يوم استخرج الكناش قبل ما يزيد على 45 عاما. لم يكن برأسه صلع ولا شيب، الختم الذي وضع على الصورة يكاد يخفي فمه، وختم آخر طويل امتد عموديا على الخانة التي تخص المعلومات عن صاحب الكناش يقول انظر الصورة. قلب الصفحات الخاصة بالأولاد، لم تكن بأي منها كتابة. سيحمل الكناش ليدلي به إثباتا للهوية. في 8:15 كما قدر كان قد أنهى استعداده للتوجه إلى الكوميسارية. وقف بباب المطبخ وودع زوجته، سمعها تدعو الله أن ييسر كل عسير. في الشارع عدا بعض محلات البقالة والمقاهي لم تكن المدينة قد استيقظت بعد. لما وصل باب مفوضية الشرطة حيث هو مطلوب نظر إلى الساعة في معصمه، كانت تشير إلى 9. في الانتظار 4 أشخاص، وقد ظن عبد القادر أنه سيجد في انتظاره ذلك الرجل الذي حمل إليه الاستدعاء. تقدم بنبرة فيها صرامة لا تخفى، سأله الشرطي الواقف بالباب عن الغرض الذي جاء من أجله. فتح كناش الحالة المدنية وأخذ من بين أوراقه تلك الاستدعاء. وجهه الشرطي إلى مكتب يوجد في عمق ممر غير فسيح. كان باب المكتب موصدا، طرقه فجاءه من الداخل صوت يأذن بالدخول. دخل وأفشى السلام. خلف المكتب شاب حليق الوجه صف شعر رأسه بعناية. نظر إليه، بادره عبد القادر بأن قدم إليه ورقة الاستدعاء، ما أن قرأها الضابط حتى طلب منه الجلوس. أنت إذن عبد القادر بن المعطي؟ نعم سيدي. اعطني بطاقة تعريفك. ناوله كناش الحالة المدنية، وقبل أن يسأله قال له إن بطاقة تعريفه مما نسيه في سيارة صديق له كان أمس معا في رحلة صيد. تسلم الضابط كناش الحالة المدنية، نظر في الصفحة الأولى حيث صورة عبد القادر لما كان شابا، ودون أن يرفع بصره إليه ثانية سأله هل تعلم لماذا استدعيناك؟ لا يا سيدي لا أعلم. عم المكتب صمت استمر دقائق بينما امتدت يد الضابط إلى دولاب حديدي، فتح بابه محدثا صريرا، أخرج ملفا لونه أزرق فاتح وضعه على المكتب وأقفل باب الدولاب محدثا صريرا جديدا. فتح الملف، لاحظ عبد القادر أنه يحتوي على أوراق وعلى ما بدا له أنها صور. حتى الآن لم يعلم سبب استدعائه. ثم إن الضابط فاجأه بأن أراه بطاقة تعريف وطنية وقال إنها بطاقة تعريفك، وكأنه يقدم لأمر ما أردف، عليك يا سي عبد القادر أن تصدق في كل ما ستقوله.
سمع قرع جرس في الممر الذي يوجد المكتب في آخره، ثم إن الباب فتح ووقف شرطي بزيه الرسمي مؤديا التحية. طلب منه الضابط أن ينادي على مساعد له ذكره له بالاسم. بعد دقائق جاء شاب نحيف الجسم بيده كناش سميك، أدى التحية وأشار إليه الضابط بالجلوس. اقتعد كرسيا مقابلا لعبد القادر. قال الضابط: إننا سنستمع إلى أقوالك. حول ماذا؟ قاطعه عبد القادر. كان الشاب الذي جلس مقابلا قد فتح الكناش وأخرج قلما بغطاء أزرق، ثم جاء صوت الضابط: هل تعرف علال الساكت؟ لا، لا أعرف أحدا بهذا الاسم. غريب ألا تكون تعرفه. كيف حدث إذن أن عثر لديه على بطاقة تعريفك؟ ارتبك عبد القادر، سأل نفسه وهو ينظر إلى الأرضية الرمادية للمكتب، سأل نفسه عما إذا كان الغازي أضاع البطاقة. كان الجالس مقابلا له يكتب. عاد الضابط إلى الملف ذي اللون الأزرق الفاتح وأخرج منه صورة، ثم عرضها عليه وهو يسأله من جديد: هل تعرف هذا الشخص؟ التفت إلى الصورة وسريعا نطق اسم الغازي: إنه الغازي، نعم أعرفه، ولديه نسيت أغراضي أمس. اسمه الغازي؟ عاد الضابط يسأل. نعم سيدي، ذلك ما أعرفه. ودون أن يسأله الضابط سرد عبد القادر مراحل رحلة الصيد في غابة دار الراطي التي تراجع عنها الغازي قبيل أن تبدأ. الذي في الكرسي المقابل له يسجل كل ما يقوله. وقف الضابط وفتح باب الدولاب الحديدي. حدث الصرير نفسه الذي أحدث آنفا، انحنى ومن الجزء الأسفل أخرج كيسا بلاستيكيا شفافا سرعان ما اكتشف عبد القادر أنه يحتوي على بندقية صيد ما لبث أن تعرف عليها، هي بندقيته التي نسيها في سيارة الغازي. لم ينتظر أن يسأله الضابط: إنها بندقيتي، هي الأخرى نسيتها لدى الغازي. لعله لم يتوقع أن يسأله الضابط عن وثائق حيازتها. لم يجد من جواب غير أنه يحتفظ بها للذكرى ولا يستعملها. ولكنها استعملت، قطعه الضابط. لا يا سيدي، لم أستعملها منذ موسم الصيد العام الماضي. قلت لك إنها استعملت وأزهقت روحا. أحس عبد القادر وهو يسمع ما قاله الضابط وكأن رعدا قويا انفجر حذو أذنيه، كاد يغمى عليه. انتبه الضابط إلى وجهه الذي امتقع وناله شحوب بين، وقد يكون أراد أن يطمئنه لما قال: أعلم أنك لم تستعمل بندقيتك، لكن صاحبك استعملها وقتل بها نفسا. بكى السبعيني في صمت، من عينيه انسكبت دموع لم يستطع امساكها. لما سأله الضابط عما يعرفه عن ذاك الذي نسي عنده أغراضه، اكتشف أنه لا يعرف شيئا إلا أن الرجل يسمى الغازي، وأنه كان يقول إنه مقاول في البناء، وإنه يملك ضيعة في سيدي سليمان. عاد الصمت ليسود المكتب، وتوقف الذي في الكرسي المقابل عن التدوين. تنحنح الضابط، نظر في عيني عبد القادر وقال له: إنك لا تعرف شيئا عن صاحبك الذي تقول إن اسمه الغازي، إنما اسمه الحقيقي علال الساكت. ليست له مقاولة كما زعم لك ولا ضيعة. كل ما كان يبدو عليه من مظهر غنى ورفاه إنما مصدره أموال زوجة خال له توفي منذ سنوات، وكان حصل منها على توكيل لتدبير ما ورثته عن زوجها، وكانت شريكة له في عدد من مشاريعه. كان يتصرف في تلك المشاريع تصرف المالك فيما يملك. ولما لمس منها محاولات لإلغاء الوكالات التي منحتها إياه، قام بحبسها في المنزل الذي يسكنه. قال الضابط لعبد القادر: لولا يقيني لما تركتك تبيت في فراشك البارحة. تبع عبد القادر بمخالفته قانون حيازة السلاح، إذ كان يحتفظ بالبندقية دون أن يجدد رخصة استعمالها ولا رخصة الصيد، وقد اعتبر ذلك هينا في مقابل ما اكتشفه. علم أن ذاك الذي كان يقدم نفسه باسم الغازي
واسمه الحقيقي كما رأينا علال ساكت كان شخصا مبحوثا عنه منذ سنوات في قضية تهريب وترويج المخدرات، كان ينقلها إلى الدار البيضاء ويزود بها مروجين محليين، ثم إنه جاء إلى العرائش هاربا ووجد ملاذا آمنا لدى خاله، وكان مقاولا في البناء لكنه باع مقاولته لما استشعر تدهورا في حالته الصحية، وما لبث أن توفي الخال متأثرا بمرضه. كانت زوجة خاله تعتمد عليه كثيرا وظنت أنه سيصون الثقة التي وضعتها فيه ووضعها فيه زوجها من قبل. علم عبد القادر أن ذاك الغازي تمكن من الحصول على بطاقة تعريف مسروقة وضع صورته عليها مكان صورة صاحبها الأصلي، ولعل ذلك ما جعله يفلت من القبض عليه سنين عديدة. ثم إنه اكتشف أن الرجل ما أتى به إلى مجموعة القناصين تلك التي ينشط ضمنها إلا سعيه إلى نسج علاقات مع مجموعات في مكوناتها رجال من النخبة من إدارات ومصالح مختلفة. كان في كل ذلك ما يثير لديه العجب، ثم إنه وكانت القضية على وشك حسمها أمام القضاء وقف على حل للغز، لغز تراجع الغازي عن رحلة القنص. الاتصال الهاتفي الذي جاءه كان من شخص كلفه بمراقبة المنزل الذي يسكنه، أبلغه أن امرأة خرجت من هناك من باب مرآب السيارات، وأنها ما أن أقفلت الباب حتى استوقفت سيارة أجرة وركبتها إلى وجهة لم يعلمها. كان ذلك ما دفع الغازي يومئذ إلى حافة الجنون. لما عاد مسرعا دعا من كان وكله بمراقبة المنزل إلى الدخول، أدخله إلى المرآب وصاح في وجهه: لما تركتها تمضي؟ كان الرجل الثلاثيني تحت وقع المفاجأة، لم يهتدي إلى جواب. دفعه الغازي إلى مخزن ذي باب من حديد وأقفل الباب. كان يتصفد عرقا ويستشيط غضبا، لا يدري أين ذهبت زوجة خاله تلك التي كان يناديها الحمقاء. في لحظة من غضبه ذاك قرر أن يتخلص من مخبره، فتح الباب الخلفي لسيارته رباعية الدفع السوداء وكان ركنها عند باب المنزل، وأخرج بندقية عبد القادر القديمة. عاد إلى الداخل، كان يأتيه صراخ الرجل الذي زج به في المخزن. وضع خرطوشتين في بندقية عبد القادر، أمسكها وكأنه يتربص بخنزير بري، تقدم نحو باب المخزن وفتحه بقوة، لم يترك للرجل فرصة للخروج أو الكلام. صوب الطلقة الأولى إلى صدره ثم الثانية إلى عنقه، هوى مكانه ميتا. في تلك اللحظة وصلت إلى باب المنزل سيارة شرطة، نزلت منها المرأة زوج خال الغازي ومضت إلى باب المرآب وفتحتها. كان بجانبها رجل أمن رافقها. كان صادما ما اكتشفاه، الغازي لا يزال ممسكا بالبندقية. حاول أن يصوب إلى زوجة خاله ولكنه لم يكن بالبندقية رصاص. حاول الاندفاع هاربا ولكن الضابط أمسكه، وجاء زميله الذي بقي في السيارة يساعده. في المخزن جثة هامدة في بركة من دم، ضبط بالجرم المشهود، وسقطت عنه كل الأقنعة وكل الأثواب التي تلفع بها على مدى سنين طويلة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى.